اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى استاذ جمال. نعم. برضو كنا بنتكلم ما قبل الفاصل كنا بنتكلم عن اختلافنا مع واحد من اكبر واهم ومن افضل لاعبي كره القدم في مصر النجم الكبير كابتن وائل جمعه طبعا واختلاف يعني اختلاف طبيعي جدا اختلاف المحبين اختلاف يعني. محب يعني احنا كلنا حلوه دي اختلاف محبين فعلا عندنا ثقه كبيره جدا وعندنا انا شخصيا يعني عارف ان وائل يعني ده واحد ممكن يحصل له حاجه لو النادي الاهلي لا قدر الله يعني ومحدش هيزايد على محدش هيزايد على وائل لكن نختلف معاه فيما قاله الحقيقه انا احنا بنختلف بس مع ايه دي وجهه نظر وعلى فكره هو مش كابتن وائل جمعه بس هو اللي احيانا هو أيوة. اللي بينادي بهذا الامر في ناس كتير في توجه في كتير منهم لاعبين وجمهور محب نظرهم انه كذا صدقني هو توجه مش كتير هو توجه كتير ولكن هم مش اهلاويه هو بس انت قصدك لا انت قصدك بقى الفرق اللي قلناه قبل الفاصل أيوة. ان هذا محب وذاك يدوس لا بس انا ما ازعلش من برضو لكن وائل من المحبين أيوة. هذا هو الفارق هذا هو الفارق لا يجب ان احنا نزعل من كابتن وائل جمعه ليه لان احنا عارفين هو نيته ايه اصلا لا يعني لا هو عايز كابتن حسام بيقول ما بقى في ناس عماله برضو عايزه تطلق على كل انتصار الاهلي اي حاجه الاهلي في اكمل صوره بالزبط. وده اللي كلنا عايزينه يعني انت نفسك الاهلي يبقى بيلعب حلو قوي وبيكسب صح. زي مثلا فرحه الناس بالفوز على الهلال السعودي مظبوط كان في اداء ونتيجه مش ان انت خدت ثالث علم بس ولكن اداء ونتيجه وكسبت فريق كبير بس ده على فكره احيان كتير جدا يعني ما بيبقاش متوفر يعني انا بتكلم كله دايما احكم على الظروف التي أقيمت فيها المباراة أنت محتاج إيه من المباراة وعملت صح ولا لأ صح أنت عملت صح طب ما هو زي ما كنا بنتكلم في الفاصل الرجاء لما جاب الهدف بتاعه عمل إيه خلاص هو اعتقد أن خلصت على كده المسؤول المهمة انتهت الراجل بيقول لهم ولا يعلم رشيد الطوزي ولكنه لم يعلم وهذا من حسن حظ الأهلي هذا لم يعني خلاهم هم ناسيين ان ده الاهلي برضه يعني ما هو انت قدام بس هو حتى يوسف شيبو بعد شيبو في الاستوديو يا جماعه ما تنسوش ان ده الاهلي يعني لا مع الاخر ثانيه ده ايوه ما هو ده اتهم الاداره باتهامات خطيره وهذا لا من حسن الحظ ان هم اعتقدوا ان المباراه انتهت وهذا لا ينفع مع النادي الاهلي النادي الاهلي لازم اي فريق هيلعب قدامه لازم يلعب معاه لغايه اخر ثانيه هو قله الخبره برضه لان هو ما خدش باله انه ضربه الجزاء الضائعه لو هذا الفريق مش الاهلي لو اللي بعد الاهلي على طول بقى ما يقدرش يكمل الماتش صدقني وصل الكابتن لا لا طبعا لكن ومع ذلك حاله فريق كمل. كبير كمل بلف نفسه وكمل ورفعت علي معلول جابت الجون انا بقول لك انا بحيي علي معلول لانه ازاي قدر هو رجل المباراه هو فعلا تم اختياره رجل المباراه وحمدي الحقيقه حمدي فتحي لا هو نفسه اعلن وطبعا بيشناه الرجل اداله الرباط الحقيقه يعني حرام يعني يعني لا وعلي معلول الحقيقه كان له دور برضه مهم طبعًا جدا طبعًا. ولاعب مؤثر فعلا يعني بيبقى لا شخصيه يا استاذ جمال ما انت مختلف. في مثل هذه المباريات انت بتنتظر شخصيه اللاعب طبعا يعني امتى يرفع اوفر وامتى ما يرفعش قلت بقى دي شخصيه النادي الاهلي في شخصيه اللي لعب في الاجواء دي يا جماعه مظبوط مظبوط في شخصيه الفريق وفي شخصيه لاعب اللي هو انت تقدر تعتمد عليه في المواقف الصعبه وممكن لما يعني يفشل في احراز في تسديد ضربه جزاء يستكمل هو اليوم بيستفيق ويعود مره اخرى بنفس القوه ويبقى مصر على ان هو يصلح ده ما دي واحده من المواصفات يا استاذ جمال يا كابتن الاسلام اللي بتقيس على اساسها هذا اللاعب يصلح مع فريق كبير ولا بس هو شويه كده وما تلاقوهش فاحنا لازم نقول لبرده الكابتن وائل جمعه احنا متفاهمين لا لا بالعكس هي وجهه نظر وجهه نظرك تماما ونعرف جيدا ان نيتك في هذا الامر زي ما قلنا ايه محب اختلاف محبين احنا بنختلف انا شخصيا بختلف مع كابتن وانا بختلف مع اختلاف يا سيدي قول له مش وقته لكن برضه للجمهور اوعى حد يحط وائل مع اللي بيحطه يعني السم في العسل لا خالص لا يجوز بيتهيألك لا مفيش حاجه تتفاعل كده هو الراجل كل اختلافه ده مع موسيماني اختلاف محبين فعلا هو نفسه النادي الاهلي لا هو استاذ عصام ودانا للسكه لا ده حصل يعني بالفعل حصلت يعني حصل هو عنده اخبار جوه انت عارف لمه الاستوديوهات انت عارف وجنسيات مختلفه كمان يعني مش جنسيه واحده يعني وضغوط جامده بالامانه يعني فوديتك للجمهور لا ده الاهلي احسن من كده فهو قال لهم احسن هو من كده فعلا أحسن. طب ما هو احسن من كده يعني لا المطلوب مني ان انا ما هو انا برضو كراجل لما اجي افكر في الموضوع
كم اهلاوي مش انا اي حد هيقول لك انا ما هو طيب انا وصلت للدور قبل النهائي لثالث مره على التوالي. ايوه ايه انت كمان يعني قلتها كابتن يعني هو الرجاء يعني كان في افضل حالاته باعتبار يوسف شيبو مثلا موجود. طب ما انت هشام الخلصي قاعد برضو طب ما الترجي يعني الترجي روح كلنا بنعدي من ظروف يعني كلنا بنعدي مين الافضل اللي بيحقق لا ده الاهلي بقى بيكسب اي ظروف بيعبرها الاهلي الافضل اللي هو حقق الهدف اللي هو عايزه. يعني انت وانت مسافر المغرب اقصى امنيات اي حد مشجع او محب للنادي الاهلي التاهل ان هو يتاهل هيتاهل بالفوز او هيتاهل بالتعادل فهو عمل ده وحافظ عليه مزبوط. يعني مع الاختلاف طبعاً بقى طبعاً. في التغييرات ومش التغييرات هقول لك حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن التشكيل اللي بدا بيه النادي الاهلي مثلا بدا فيه طاهر محمد طاهر صح ممكن ناس كتيره ما يجيش في دماغها انه يبتدي بطاهر الحقيقه بس. اه طبعا ايوه بس هو هو الاقرب وطاهر كان كويس لا انا عندي جمله لا انا من هنا ورايح الحقيقه يعني ايه هو موسيماني بس اللي يقول لغايه أيوة. ما تنتهي الحاله التعاقديه بتاعه البطولات ده مش العقد نفسه اللي سنتين ده اللي عايشينه في النادي ما انا بقول لحضرتك انا انا بقول لك ده ميزه النادي الاهلي فلازم الناس بقى تبقى ولكن انا دايما اللي عارفه برضو ما عشان برضو تبقى رابطه واحده في الحته دي يا كابتن اللي هي ايه ان هناك صيغه اسمها عقد سنتين دي مالناش دعوه بقى الاداره والراجل ولكن في عقد تاني اسمه البطوله والدوري تمام ولكن في وسط هذه الامور وهذه التحديات الكبيره جدا والكثيره جدا انا كاداره كوره يعني كمشرف على الكوره كابتن خطيب وكابتن حسام وكابتن زكريا وكابتن محسن وكابتن زكريا بيقعدوا يا جماعه مع المدير الفني طبعا وبيقولوا له إيه هو انت ليه يعني في حاجات بتحصل اكيد انا ما اعرفش ما عنديش معلومه بدي قوي لكن في حاجات زي دي بتحصل 100% طبعًا. ان الاداره بيبقى ليها دور ومهم وسط الموسم لكن الحساب زي ما احنا عارفين دورها بتاع النادي الاهلي دايما عشان نترجمها للناس انها تجلس مع الرجل من اجل انه يعملوا له كل الذي يطلبه زي ما انا بقول لحضراتكم سيبوه على راي يعني انت عايز انت ايه اللي ناقصك عادل امام عايز اجيب عصام شلتوت طب احنا هنجيب عصام شلتوت ما عدا اشياء خارج اطره الفنيه وبالتالي بيعرفوا بقى يحاسبوه ان تايم اللي هو في الوقت المناسب ايوه بالظبط كده